بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل احتجاج رسول الله صلى الله عليه وآله مع النصارى، واستدل النصارى على ما في كتبهم من أن عيسى ابن الله عز وجل والعياذ بالله، فأبطل حجتهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالقول بأن ما هو موجود في كتابكم أن عيسى والحواريين أبناء الله، فهذا تحريف وتقطيع ذكرته أنت العالم النصراني. فهل هناك خصوصية لعيسى أصبح ابنا لله أم لا خصوصية له؟ إن كانت له خصوصية فهل اشترك معه الحواريون؟ إن اشتركوا معه فلما خصصتم البنوة بعيسى؟ إن اشترك معه الحواريون فكلهم أبناء الله، لما هذا التخصيص؟ وإن كان قصدكم من البنوة بنوة شرف، بنوة يعني كأنما نوع من تشريف للنبي عيسى، فالحواريون لهم هذا الشرف أيضا، فتنقطع حجتهم. لاحظوا، ثم إن في هذا الكتاب مبطل عليكم، يعني في نفس الكتاب الذي تستدل به على بنوة عيسى أنه قال أذهب إلى أبي، فمبطل عليكم، يعني محل إبطالكم بنفس الكتاب، من فمك ودينك. هذا الذي بما أنك تقبل هذا الكتاب فأنا من فمك ودينك. هذا الذي زعمتم أن عيسى من وجهة الاختصاص كان ابنا له، يعني هناك خصوصية لعيسى، هذه الخصوصية أوصلته إلى مقام البنوة لله. لماذا؟ لأنكم قلتم إنما قلنا إنه ابنه، هذا قولنا إن عيسى ابن الله، لأنه اختصه بما لم يختص به غيره، هناك خصوصيات لعيسى، وأنتم تعلمون أن الذي خص به عيسى لم يخص به هؤلاء القوم، هناك خصوصية لعيسى على كلامكم، القوم الحواريون معه لم يختصوا بتلك الخصوصية، فكيف أصبحوا أبناء الله على ما في كتابكم؟ إذن مو المقصود البنوة بنوة ولادة، وإنما المقصود بنوة شرف. إذا كان المقصود بنوة شرف فنأتيكم إلى الشق الثاني، بنوة شرف موسى، كيف لموسى ذلك الشرف أيضا، فيجب أن يكون ابنا لله وأبا لله وأخا لله والعياذ بالله. وأنتم تعلمون أن الذي خص به عيسى لم يخص به هؤلاء القوم الذين قال لهم عيسى أذهب إلى أبي وأبيكم، فبطل أن يكون الاختصاص لعيسى. بعد هذا الاختصاص مو لعيسى، كل الحواريين اشتركوا مع عيسى، لأنه قد ثبت عندكم بقول عيسى لمن لم يكن له مثل اختصاص عيسى، يعني ثبت ما لغير عيسى ما لعيسى، ثبت للحواريين ما لعيسى، فشنو الخصوصية في تفرد عيسى بالبنوة؟ وأنتم إنما حكيتم لفظة عيسى وتأولتموها على غير وجهها. الإشكال الآخر اللي ذكرناه في النقطة في البحث السابق أنه الظواهر حجة، عيسى قال على ما في كتابكم أذهب إلى أبي، شنو الظاهر من كلمة الأب؟ يعني الله،
أو الظاهر يعني أذهب إلى آدم وإلى نوح، هؤلاء آبائي. لأن الأب مو الأب فقط من طريق الابن. عيسى في الآية المباركة مع أنه لم يكن له أب وإنما له أم مريم سلام الله عليها، إلا أنه في الآية المباركة وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين في الآية، ومن ذريته إبراهيم وداود وسليمان من ذريته. إذن عيسى من الذرية من الأولاد، مو كما قال عمر بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعدي، هذا كلام باطل. السبط ابن الإنسان وإن كان عن بته، وأولاد رسول الله صلى الله عليه وآله عن فاطمة الزهراء سلام الله عليها. فإذا أنت ليش أخذت الكلام على غير ظاهره؟ الظواهر حجة، طرق المحاورات العرفية الاعتماد على الظواهر. عيسى قال أذهب إلى أبي، يعني أذهب إلى من؟ في الجنة، أو أذهب إلى عالم مو هذا العالم الظاهر اللي تشوفه، إلى أبي آدم، إلى أبي نوح، إلى باقي آبائي. فهذا تأويلكم تأويل خلاف الظاهر. ومن المشكلة ومن المشاكل الكبيرة التأويل على خلاف الظاهر. تلاحظوا يأتي كل من له مشرب خاص يؤول الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة على خلاف ظاهرها. إذا كانت هناك رواية، كان هناك نص في التأويل في التفسير، زين يؤخذ بهذا النص وبهذه الرواية، لأن أهل البيت هم حملة القرآن وهم الذين يبلغون القرآن ويوصلون القرآن إلينا، زين نأخذ بهذا التأويل. إما هذا تفسير بالحمل الأولي الذاتي، يعني الإمام سلام الله عليه يفسر مفهوم الآية، أو كثير من الأحيان تفسير بالحمل الشايع يذكر مصداقا من مصادق الآية في كثير من الآيات، لذلك الآيات الروايات مو متعارضة. مثلا يفسر العالم مثلا بالأئمة، في مكان آخر يفسر العالم بالأنبياء، هذا مصداق وذاك مصداق. فإما بالحمل الأولي الذاتي اللي هو الاتحاد المفهومي، أو بالحمل الشايع اللي هو الاتحاد المصداقي، يعني يذكر بعض المصادق النص. أما الخروج عن النص والخروج عن الروايات والتفسير على خير غير ظاهر الآيات الشريفة والروايات، فهذا غير تام. فهنا رسول الله صلى الله عليه وآله يستشكل عليهم، يقول وأنتم إنما حكيتم لفظة عيسى وتأولتموها على غير وجهها. ليش هذا التأويل مع أن الحجة أصالة الظهور ظاهر الكلام بدون تأويل؟ لأنه هذا بيان غير وجهها، لأنه إذا قال أذهب إلى أبي وأبيكم فقد أراد غير ما ذهبتم إليه ونحلتموه. النحلة إعطاء الشيء تبرعا، يعني أنتم تبرعتم في تفسير هذه الآية، هذا مو تفسير الآية، مو بيان معنى الآية، وإنما تبرع منكم، هذا تأويل منكم، اجتهاد، اجتهاد خلاف ظاهر الكلمة، خلاف ظاهر الناس. وما يدريكم نحلتموه، هو نحل نحلا، يعني أعطى الشيء تبرعا. وما يدريكم لعله أنا أذهب إلى آدم أو إلى نوح وأن الله عز وجل يرفعني إليهم ويجمعني معهم وآدم أبي وأبيكم. يمكن هذا قصده وهذا الظاهر من كلامه. وكذلك نوح بل ما أراد غير هذا. الرسول صلى الله عليه وآله أولا من الإنكار يأتي بهم إلى الشك، يقول هناك معنى ثاني، هذا المعنى الثاني أقلا يجعل الكلام مجملا، إن هناك احتمالان، الاحتمال الأول أنه أراد الله، الاحتمال الثاني أراد آدم. فإذن هذا يحصل التردد، هذا في الخطوة الأولى. في الخطوة الثانية يقول كلا، أصلا مو معقول أن يريد الله عز وجل، بل أراد آدم أو نوح.
جزمهم إلى تردد ثم إلى يقين معاكس، أو لا أقل إبطال لحجتهم وإسكاتهم. قال: فسكت النصارى احتاروا وقالوا: ما رأيناك اليوم مجادلا ولا مخاصما، يعني في قوة الاستدلال، في قوة الحجة، مع الالتزام حسب القاعدة بآداب المناظرة. يعني احنا هاتشي خصم ما كنا شايفين إلى يومنا هذا، مثلك ما رأيناك اليوم مجادلا ولا مخاصما مثلك وسننظر في أمورنا. سكتوا قالوا نروح نفكر في المسألة. بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يتجه إلى الدحرية. قبل بيان احتجاج رسول الله على الدحرية نذكر بعض النقاط. النقطة الأولى: الترجيح بلا مرجح هذا باطل، لا إشكال في بطلانه، إنما الإشكال والخلاف في كون بطلانه بديهيا كما ذهب إليه البعض، أو نظريا، يعني باطل ولكن يحتاج إلى تأمل، مو أنه فتشي بديهي الكل يلتفت إليه. البعض هم قالوا بأنه هذا باطل عقلا وظلم عقلا، يعني الترجيح بلا مرجح هذا ظلم عقلي. كيف الظلم العقلي؟ لأن العقل لا يرى أحد المتساويين بدون مزية يوجب تقدمه. الأمر الفني في المسألة أنه كل فعل يصدر من فاعل مختار يكون بغاية بداع. إذا ماكو داعي، إذا ماكو غاية، ما يصدر من الفعل، فهذه الغاية هي التي تجعل فاعلية الفاعل من مرحلة القوة إلى مرحلة الفعل. يعني أنا أقدر أعمل أفعل في مرحلة القوة، ولكن عندما هذه القوة تنقلب إلى فعل وأبدأ، هناك غاية. إذا ما عندنا هذه الغاية، صدور الفعل يساوي عدم صدور الفعل في مرحلة الإمكان. فمع وجود الغاية أنا أتجه نحو إيجاد أحد المتساويين. مثلا لاحظوا، الخلق ممكن وجوده وعدمه سواء، الله عز وجل قد يفيض إليه الوجود لمصلحة يراها فيوجد كن فيكون، وقد لا يفيض إلى ممكن وجودا فلا يوجد تساوي. إذن هناك إرادة إلهية جعلت الترجيح في أحد المتساويين، فإحنا موجودين بفيض الله عز وجل، ويمكن كثير وما لم يكن، ويعلم ما لم يكن بالنسبة إلى الأنبياء الأئمة سلام الله عليهم. ما لم يكن، يعني الله كان يمكن أن يفيض الوجود، لم يفيض الوجود أيضا لمصلحة. فترجيح أحد المتساويين هذا إما محال أو قبيح كما يذكر البعض طبعا، لأنه يؤول إلى الترجح بلا مرجح. يترجح شيء بدون مرجح هذا خلف، لأن الترجح يحتاج إلى مرجح. طيب، هذه النقطة الأولى اللي نذكرها بالنسبة إلى ما يذكره رسول الله صلى الله عليه وآله في احتجاجه مع الدهريين. النقطة الثانية، وهذه أيضا نقطة مهمة: ما لا بداية له لا نهاية له. أما ما لا بداية له يكون له النهاية هذا محال. لماذا؟ لأن الأمر بين البداية والنهاية من التضايف. يمكن شيء يكون فوق بدون تحت، يمكن شيء يكون متقدم بدون وجود متأخر، لا، متضايفان، متضايفان، يستحيل وجود أحدهم بدون وجود الآخر. فإذا واحد متقدم يعني واحد متأخر، فالتقدم والتأخر أمران متضايفان، الفوق والتحت أمران متضايفان،
وجودهما معا وعدمهما معا. الدهريون استدلوا على أنه العالم لا بداية له ولا نهاية. رسول الله صلى الله عليه وآله يفحمهم ويثبت لهم أن للعالم نهاية فيرضون، يقولون طيب العالم ما إلى بداية ولكن إلى نهاية. رسول الله يقول هذا ما يصير. ليش؟ لأن الأمر في البداية والنهاية على نمط واحد. محال اللي ما عنده بداية يعني مستغني عن كل شيء. المستغني عن كل شيء فوق الزمان. اللي فوق الزمان ما له معنى أن يكون له نهاية في هذا الزمان. فإذن يفهمون في استدلالهم ما لا بداية له بالذات. يمكن واحد يقول إحنا لا بداية لنا، لنا بداية ولكن لا نهاية لنا. الخلق بالنتيجة مخلدون، إما في الجنة إن شاء الله وإما في الجحيم والعياذ بالله. فإذن لا لا بداية لنا ولنا لها نهاية. لا ولا يعني لنا بداية وليس لنا منتهى. هنا نقول لا نهاية لنا بالغير مو بالذات. يعني إذا الله أراد ينهينا وننتهي. اللي هم لا بداية له بالذات لا نهاية له بالذات. الكلام في الذات مو بالغير. طيب هذه أيضا نقطة. فيجب أن يكون ما لا بداية له فوق الزمان، لأنه إذا كان ضمن الزمان يكون إلى بداية، فما فوق الزمان ما يمكن أصلا أن يدخل بما في الزمان. الشيء الثاني أن الموجود، أن الليل والنهار مثلا أمران حادثان يتقدم أحدهما ويتأخر الآخر. إن هناك دائما وجودان متعاقبان مترادفان أحدهم بعد الآخر. لو كانا قديمين لوجب أن يكونا في عرض واحد ويتعاقب أحدهم بعد الآخر. هذا المعنى القديم، يعني في عرض واحد الليل والنهار. هم الدهريون يقبلون بأن الليل والنهار ليس في عرض واحد بل متعاقبان. ما دام متعاقبان إذن هناك حدوث، إذن هناك بداية ونهاية. وهذا ما يثبت بطلان كلام الدهريين الذين قالوا بقدم العالم وبأزلية العالم وبسرمدية العالم. هذا اللي نشوفه من الحدوث. هذا الحدوث يدل على تغيير، والتغيير يدل على أنه شيء لم يكن من البدء موجودا وهو يستمر. لاحظوا هسه بعض النقاط الأخرى أيضا نبينها في ضمن البحث. بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله يلتفت إلى الدهريين، ثم أقبل رسول الله على الدهرية فقال: وأنتم فما الذي دعاكم إلى القول بأن الأشياء لا بدو لها؟ الدهريون يقولون الأشياء أزلية أبدية وهي دائمة، لم تزل يعني ابتداء ولا تزال يعني نهاية، هي مستمرة. فقالوا، شوفوا دليلهم دليل عجيب، قالوا نحن لا نحكم إلا بما نشاهد. لم نشاهد حدوث العالم ولم نشاهد زوال العالم فنقول بالقدم ما دام ما شاهدنا. رسول الله هنا أيضا يأخذهم، ماذا يقول؟ يقول الملاك المشاهدة وعدم المشاهدة، كثير من الأمور أنتم ما شفتوها، منها اللي ذكرنا الترجيح بلا مرجح يرتبط بهذا البحث. منها هل رأيتم حدوث العالم؟ أنتم كنتوا من قبل 1000 سنة ومليون سنة مليار عام؟ يقولون لا، لأنه هذا الأجسام مبين، الكبار رأوا ولادتنا ونحن رأينا ممات كثير. فإذن بهذه الأجسام لم نكن لنرى أن العالم محدث أو قديم. يمكن العالم يكون محدث قلتوا ما شفتوا أنتوا ما كنتوا. لما ترجح قدم العالم مع أنك لم تره، ولا تأخذ الشق الآخر الكفة الأخرى حدوث العالم مع أنك لم تره؟ كثير من الأمور لم تره. الليل والنهار في الزمن السابق قبل 1000 سنة، الليل والنهار
حادثان؟ يقول إيه، نثبت أنهما حادثان مثل ما الآن نشوف. يقول لم ترى حدوث الليل والنهار، فلما حكمت بحدوثهما قبل 1000 سنة؟ فإذا أخذ أحد الشقين وترجيحه بلا مرجح هذا باطل، هذا مو صحيح. إذن يعني رسول الله هنا يقول ليس كل ما لا تشاهده هو حجة ودليل لمدعاك، ولا مثل ذاك راح يكون على المنبر قال احنا ما نشوف الله فماكو الله، والعياذ بالله. هذا بهلول أخذ لقطعة من الطين اليابسة ورمى به رأسه فتألم، قال أنا ما أشوف ألمك، إذن ما عندك ألم، أنت ما عندك ألم، ليش؟ لأن كل الأمور لازم تكون محسوسة ومشاهدة بالعين، أنا ما أشوف ألمك، إذن أنت تدعى الألم، ما لك ألم حقيقي. في قضية مفصلة، فقالوا لأننا لا نحكم إلا بما نشاهد، يعني نشوفه، ولم نجد للأشياء حدوثا أو حدثا، فحكمنا بأنها لم تزل. ما دام ما شفنا الحدوث حكمنا بأنها لم تزال. هو ما شفت الحدوث، أنتم ما شفت القدم أيضا، ما شفت القدم فتحكمون بأنها إذن حادثة لأنكم لم تروا القدم أيضا. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، مرتبة الإثبات متأخرة عن مرتبة الثبوت. يعني أنا ما أقدر أثبت هذا الأمر خارجا، يعني هو مو ثابت واقعا، هذا ما يدل. فحكمنا بأنها لم تزل ولم نجد لها انقضاء، احنا خدا ما زلنا موجودين في الدهر، ما شفنا نهاية الدهر وفناء، فحكمنا بأنها لا تزال. هذا استدلالهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أفوجدتم، أخذ الشق الآخر وقال ترجيحكم لهذا الشق ترجيح بلا مرجح، إذا الحج عدم الرؤية أنتم لم تروا القدم أيضا، فكيف حكمتم بالقدم للعالم؟ أفوجدتم لها قدما أم وجدتم لها بقاء أبد الأبد؟ أنتم الآن مو أبد الأبد، فكيف حكمتم بأن الدهر أبد الأبد وليت ولم تروا الأبدية للدهر؟ أنتم الآن تعيشون مع الدهر، ما تدرون الأبدية، ما شفتوا الأبدية. فإن قلتم إنكم وجدتم ذلك، يمكن يجون يدعون، يعني رسول الله يجعل يشقق الشقوق بالصبر والتقسيم العقلي. فإن قلتم لكن إحنا نقول هذا ما يكذبه الكل، يعني واحد يجي يدعي أنا بهذه الجوارح كانت قبل مليار عام، هذه الجوارح أولا الكبار رأوا ولادتنا فلم نكن ثم كنا، فكيف هذا أمر باطل؟ هم هم يقبلوا يقولون صحيح احنا ما كنا سابقا، يرضون بذلك. أفوجدتم، فإن قلتم إنكم وجدتم ذلك، نحن رأينا قدم العالم بأم عيننا، أنهضتم لأنفسكم، يعني أثبتتم، أنهضتم يعني أثبتتم، صنعتم لأنفسكم أنكم لم تزالوا على هيئتكم، على هذه الهيئة الجوارح اللي نملكها، وعقولكم بلا نهاية، يعني من السابق هكذا، يعني احنا بهذا الهيكل كنا من السابق وسنظل ونبقى. هذا أمر خلاف البديهة، أنه أنا كنت من السابق بهذا الهيكل وسأظل إلى الآخر، ولا تزالون كذلك يعني إلى الأبد، إذا من القبل إلى البعد. ولئن قلتم هذا، يمكن يدعي نعم أنا كذلك، دفعتم العيان، يعني المحسوس البين الواضح بداهة العقل ده تدفعه، وكذبكم العالمون، كل من له ذرة علم يفهم بأنك لم تكن بهذا الهيكل من قبل القابل ولا تزال إلى بعد البعد، والذين يشاهدونكم أنكم كنتم في الصغر ولم تكونوا ثم ولدتم، رأوكم رأوا ولادتكم رأوا بدو وجودكم.
قالوا بل لم نشاهد لها قدما. هم يقولون يقرون إحنا أنا. أخذ منهم الإقرار رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا بقاء أبد الأبد. إحنا ما شايفين، إحنا الآن في وسط الدهر، ولدنا ونموت في بطن الدهر أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله فلما صرتم إلى هذا القول أنكم أثبتتم القدم ولم تثبتوا الحدوث؟ ما دام ما شفتوا أثبتوا الحدوث وأثبتوا الانتهاء والزوال للعالم، اختاروا الشق الثاني، أقلا اسكتوا. رسول الله من الجازم يأتي بهم إلى التردد، يشوفون إذن هناك شقان لا يمكن ترجيح أحدهما بدون دليل غير هذا الدليل اللي كان باطل. بعد ذلك يأخذهم ويبطل حجتهم، فيقرون بطلان كلامهم بأنه لا نهاية له. هذه الخطوة الثانية، عندما يثبتون أنه لا نهاية له، لا بداية له وله نهاية، رسول الله يقول صلى الله عليه وآله لا يمكن أن يكون لشيء نهاية ولا يكون له بداية. قال رسول الله فلما صرتم بأن تحكموا بالقدم والبقاء دائما؟ لأنكم لم تشاهدوا حدوثها وانقضاءها. ليش هذا اللي اخترتوا؟ أولى، شوفوا فلما صرتم أولى، يعني فلما اخترتم هذا الشق، واختياركم لهذا الشق أولى من الاختيار للشق الآخر، أولى من تارك التميز لها مثلكم. تارك التميز لها مثلكم يعني ذاك القائل الثاني اللي ما يقبل، يقول أنا ما عندي معرفة بقدم العالم فإذا أقول بحدوث العالم. اللي مثلكم اللي ما شايف بدو العالم يقول أذهب إلى حدوث العالم، لا أذهب إلى قدم العالم. أولى من تارك التميز، يعني الذي لم يميز ولم يعرف قدمها من حدوثها، لها مثلكم العالم مثلكم، فيحكم لها للدهر بالحدوث والانقضاء والانقطاع، ينتهي الدهر، لأنه لم يشاهد لها قدما. طبعا لها يعني الضمائر ترجع إلى الدنيا، مثلا المقصود الدنيا، الدهر، العالم، الخالق، المخلوق، لأنه لم يشاهد لها الأشياء، يعني الضمير كلها، الضمائر كلها تعود للأشياء، لم نجد للأشياء حدوثا، لأنه لم يشاهد لها يعني الأشياء قدما ولا بقاء أبد الأبد. أولستم، هنا رسول الله صلى الله عليه وآله يذكر مصداق الليل والنهار، اللي هذا مصداق جلي للحدوث وللتعاقب، ويفحمهم بعد أن ترددوا بقضية الليل والنهار، إلى أن نأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.